10 قرارات عاجلة من الحكومة بخصوص التعايش مع كورونا في رمضان. 1- السماح بأداء صلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. 2- الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة. 3- الاتفاق على عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية. 4- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد. 5- التأكيد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء. 6- التأكيد على حظر إقامة الاحتفال في دور المناسبات مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها. 7- تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه بداية من السبت 17 من أبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة. 8- الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتريات وغيرها. 9- استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة. 10- عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.